ازيك يا بوبي؟ مالك متضايق كده ليه؟ شكلك زعلان. انا زعلان قوي، الراجل اللي كان بيحط لي عظمه ولحمه كل يوم مشي وساب المكان وسافر، ودلوقتي انا مش عارف مين اللي هياكلني. انا كده هتعب قوي على ما الاقي اكل. لازم تتعب وتجتهد عشان توصل للي انت عايزه. انت ما عرفتش الحمار عمل ايه؟ لا، عمل ايه الحمار؟ احكيلي. الحمار اجتهد وتعب عشان يوصل للي هو عايزه. انت ما تعرفش القصة بتاعته؟ لا ما اعرفش ايه اللي حصل. انا بقالي مدة بعيد عن الغابة، ما اعرفش اي حاجة، عمال اتعب عشان ادور على اكل. ايه اللي حصل؟ احكيلي. اللي حصل يا سيدي ان الحمار فاكر نفسه صوته جميل، عمال ينهق نهار وليل، فاكر نفسه مطرب كبير. مطرب كبير؟ يا نهار ابيض، ده صوته وحش جدا ومزعج، ده انا بسمع صوته من بعيد. هو كان كل ده فاكر نفسه ان صوته حلو وكمان بيغني؟ تخيل، فاكر نفسه ان هو مطرب جميل وصوته احلى من العصافير. والحمار اللي كان فاكر نفسه مطرب كبير دخل في وسط العصافير وقعد يغني يغني بصوته المزعج التخين، وقعد ينهى ويقول ده انا صوتي جميل، ده انا صوتي احلى من العصافير. وبعد الحمار ما غنى كان مستني العصافير والبلابل تقول له الله على صوتك الجميل، بس العصافير كلها طارت وكانت سادة ودانها، وكلهم كانوا متضايقين جدا ومحدش سقف له ولا حد شجعه. مش الحمار وكان مكسوف وزعلان وقال انا ايه اللي خلاني اغني قدام الطيور اللي ليها ريش وجناحات؟ انا المفروض اغني قدام الحيوانات اللي باربع رجلين، لان انا حمار برضو باربع رجلين. مش الحمار في الغابة وهو متضايق جدا وزعلان من اللي حصل، لحد ما لقى خروف ومعزة وكلب وبقرة، وقف في وسطهم وقال لهم ايه؟ قال لهم انا صوتي جميل ومطرب كبير، انا عايزكم تسمعوني وتشجعوني. فالحيوانات كلها قالت له خلاص غني واحنا هنسمعك ونشجعك. ابتدى الحمار ينهق ويغني بصوته الوحش المزعج التخين، وطبعا الحيوانات سابته ومشيت لان صوته وحش جدا. بالظبط هو ده اللي حصل، الحيوانات كانت متضايقة جدا وسدت ودانها وبرضه مشيت، وبرضه الحمار رجع ماشي زعلان ومكسوف من نفسه ان مفيش حد شجعه وقاله برضه على صوته وحش. راح البلبل رد عليه وقال له اقول لك بقى الحق وما تزعلش مني. فالحمار رد عليه قال له قول، انا مش بزعل من الحق. قال له بس يمكن تتضايق مني. قال له لا مش هتضايق، قول يا سيدي. قال له اقول لك بصراحة، انت صوتك وحش قوي وصوتك تخين وكمان بيرن في المكان، احسن حاجة انك انت ما تغنيش تاني. ها ايه اللي حصل؟ ده تلاقي الحمار اتغاظ جدا من الكلمة دي وقعد طبعا ينهق ويزعق ويرفص. مش الحمار وهو زعلان ولقى تحت الشجرة ولد كان ماسك طبلة وعمال يطبل بيها، قام الحمار كان عايز يقلده وراح عند الشجرة وقعد يخبط برجليه الورانية خبطة ورا خبطة بانتظام لحد ما طلع صوت زي بتاع الطبلة بالظبط. ومش الحمار وهو كان فرحان جدا وسعيد انه عرف يقلد صوت الطبلة بس برجليه الورانية. ياه برافو عليه والله، ده كويس جدا انه عرف يطبل برجليه على الشجرة. رجع البلبل للحمار وكان سمعه وهو بيطبل برجليه الورانية على الشجر. البلبل قال للحمار برافو برافو، انت كده نجحت، انا عايزك تساعدني، انا اغني وانت تطبل، وبكده هنعمل اغاني وحاجات حلوة جدا للحيوانات والطيور في الغابة، ايه رأيك تساعدني؟ الحمار كان فرحان قوي بكلام البلبل وتشجيعه ليه، وحس لأول مرة ان هو نجح في حاجة، وفعلا ابتدى يعمل اغاني مع البلبل في الغابه. اتشهر البلبل والحمار في الغابه، وكانت الحيوانات كلها عماله تشجع الحمار وتقول له برافو عليك، وكانت اغانيهم حلوه جدا، وكل الطيور والحيوانات بتتلف حواليهم عشان تسمع اغانيهم الحلوه. طب والله شاطر الحمار ان هو وصل للي هو عايزه، صحيح هو ما قدرش يغني بس قدر يبقى شاطر في التطبيل على الشجره. وبعد الفشل والزعل بقى الحمار طعم النجاح، وشاف الحياة كلها أفراح، وفي كل حفلة
يقف الحمار يدق برجليه دقات الطبلة، وكل الطيور عمالة تشجعه وتسقف له. أيوة يعني أنت برضو بتحكي لي الحدوتة دي ليه؟ بحكي لك الحدوتة دي عشان تعرف إن كل واحد لازم يتعب ويجتهد عشان يوصل للي هو عايزه. أنت دلوقتي عايز تاكل من غير ما تتعب، عايز تلاقي الأكل قدامك، لازم تتعب وتجتهد وتشتغل عشان توصل للي أنت عايزه. من هنا ورايح تدور على أكلك بنفسك عشان تحقق النجاح اللي حققه الحمار. أنت عندك حق في اللي أنت بتقوله، أنا لازم أدور على أكلي بنفسي وأحاول أنجح، حتى لو فشلت أحاول تاني وتالت ورابع لحد ما أنجح زي الحمار ما عمل.